وكما هو الحال في إهمال مسجد السهروردي وطمس آثاره، تعرضت منطقة الشيخ عمر إلى مآس وويلات، فبينما كانت تسكنها كل طوائف العراق وأعراقه وهم أخوة متحابون من غير ضغينة بينهم، تغير الحال بعد سنوات الاحتلال وضربت الميليشيات الطائفية المنطقة وفرقت شمل أهلها ودفعت سكان ثمناً باهظاً عندما قامت العصابات باغتيال الكثير من الشباب وخطف آخرين ومساومة ذويهم بمبالغ مالية. تحتاج منطقة الشيخ عمر ومسجدها الأثري إلى خطة متكاملة لترميمها والمحافظة عليها كإرث حضاري مهم في بغداد عاصمة الخلافة العباسية.